أهلا بكم. أكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نيتها عدم تقديم أي تنازلات لطهران بشأن الاتفاق حول برنامجها النووي قبل أن تستجيب إيران لمطالب الولايات المتحدة. مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك سوليفان قال إن بلاده لن ترفع العقوبات عن إيران قبل التأكد من أن طهران عادت بشكل كامل إلى تطبيق التزاماتها ونفذت المطالب الأمريكية. وأضاف سوليفان أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات. وقالت وسائل أعلام إسرائيلية أن مسؤولين إسرائيليين عبروا عن قلقهم من المحادثات في فيينا بين طهران والدول الكبرى بشأن الاتفاق النووي. جاء ذلك بعد جلسة المجلس الأمني والسياسي المصغر الكابينت التي ناقشت التوتر مع طهران والاتصالات التي يجريها الأمريكيون مع إيران بوساطة أوروبية في فيينا بهدف العودة إلى الاتفاق النووي. وكان موقع أكسيوس نقل عن مصادر استخباراتية إسرائيلية قول إنها تتوقع عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي في غضون أسابيع ضمن مباحثات فيينا. قلق إسرائيلي وتسارع أمريكي للعودة إلى الاتفاق النووي بحسب ما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية. الصحيفة قالت إن الوزراء الإسرائيليين أعربوا عن قلقهم بشأن المحادثات النووية الإيرانية في فيينا. وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر في اجتماع المجلس الأمني المصغر الإسرائيلي أن واشنطن تريد اتفاقا مع طهران مهما كان الثمن وأن الإيرانيين يعرفون ذلك. وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تستمع للمخاوف الإسرائيلية لكنها لا تأخذها في الاعتبار. ونقلت الصحيفة أن وزراء الحكومة الإسرائيلية استمعوا إلى إحاطات أمنية من رئيس الفروع الأمنية ومستشار الأمن القومي مير بن شابات ورئيس الموساد يوسي كوهين اللذين يخططان للسفر إلى واشنطن للقاء مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للرد على الموقف الأمريكي تجاه الاتفاق النووي. وبحسب المسؤولين الإسرائيليين فإن هدف إدارة بايدن الحالي من العودة إلى الاتفاق النووي ليس كافيا وسيسمح لطهران بتطوير سلاح نووي بموافقة دولية بعد انتهاء صلاحية الاتفاق في عام 2030. أفادت الخارجية الإيرانية بوجود تقدم في مفاوضات فيينا، لكنها قالت إن ذلك لا يعني التوصل إلى اتفاق نهائي. واعتبرت الخارجية الإيرانية حضور الوفد الأمريكي في فيينا أمرا إيجابيا يظهر إدراك واشنطن لأسس العودة إلى الاتفاق النووي. وأضافت الخارجية أن طهران تريد أن ترى في تلك المحادثات آليات تنفيذ واشنطن للاتفاق النووي، خصوصا رفع العقوبات. أمل جديد بعودة الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران إثر التصريحات الإيجابية من الطرفين. هذا ما تحدثت عنه وكالة بلومبرغ في مقالها حول المحادثات الأخيرة التي جرت في فيينا. تحدثت وكالة بلومبرغ في مقال لها بعنوان بوادر ذوبان الجريد في مواجهة إيران النووية تبرز في فيينا عن المحادثات الأخيرة التي جرت في فيينا بشأن الاتفاق النووي، وقالت أن الولايات المتحدة وإيران اقتربتا من إنهاء المواجهة بينهما، حيث وصفت واشنطن المحادثات بأنها بناءة، وأشارت إيران إلى أنها مستعدة لمناقشة تفاصيل كيفية إحياء الجانبين لاتفاق عام 2015. ونقلت الوكالة عن مستشار الأمن القومي الأمريكي قوله إن المحادثات في فيينا كانت بناءة وأن هناك جهودا حقيقية جارية هناك وأن التركيز الآن على استعادة الاتفاق على أساس الامتثال للامتثال. وتضيف الوكالة أن تعليقات كبير المفاوضين الإيرانيين بعثت أملا جديدا في العملية بقوله إن تفاهما جديدا بدأ يتبلور وأن بلاده ستبدأ العمل على مسودة نص كامل للمفاوضين بشأن المناقشة. وختمت الوكالة أن طهران تصر على أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات قبل أن توافق هي على تقليص نشاطها الذري إلى حدود الشروط الأصلية للاتفاق النووي، في حين قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن العقوبات سترفع بمجرد أن يكون لدى الولايات المتحدة الوضوح والثقة في طهران.